طبعا بتجي معي المجال بعد هذا ويعم عليك فحص انفلونزا الطيور الكتات السريعة ما بتكت نستخدم الاسواب هذا طبعا احنا ما عندنا هلاكات لكن نسوي تيست هذه الاسواب شوفوا شلون نظيفه معقمه كل مكان لما يجي احنا ما يعرفون مناعته جايبينها طبعا وديب لي ناخذ من القصبه الهوائيه دشوا عيني هذه اسواب نيجي ناخذ الدليون الدليون شوف هذا الدليون الاسواب خليه يشتغل الاسواب يدخل داخل الدليون تلاحظ هذا شوف عيني احنا شو نسوي ازين هذا الدليون هنا نرجع الاسواب بمكانها شوف حتى المختبر هنا نفحص هسه هذه واحده لحظة هسه نجي ناخذ الكت بعدنا هذا الكت موجود عندنا الرابط كت هذا الرابط كت هذا طبعا جيب لك وحده منك من يم ياسر جديد كت باوع كت كوري ناخذ من الدني وين الماسة قطرة واحدة خلينا بعد ما استخدمنا الدليون ونشوف الكت اذا خطين معناته وزته واذا خط واحد تعال قرب على الكت هاي تلاحظ دا يمشي حاليا الفحص هسه حاليا خليه يوصل للخط الثاني اذا خطين احمر معناته موجب واذا خط واحد سالب احنا نحتفظ بالدليون هذا ونخليه للمختبر شوف هاي النتيجة السالبة شوف هاي النتيجة السالبة ما عندنا أي عبر حاليا هذا الخط الأول فطانا نقتله شوف عيني فإذا هذا النتيجة السالبة لاحظ هاي النتيجة النيجاتيف ماكو إصابة بالإنفلونزا هاي التكنيك مال الرابت كت نحتفظ بيها أقطع عندها نحتفظ